مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من المنصة. لم يكن التعليم أولوية لدى الدولة خلال 35 عاما، ولم يكن حجم الإنفاق على التعليم يتجاوز نسبة 20% من إجمالي أي موازنة، ولعل ذلك يؤكد منهجية التجهيل التي تبعها نظام المخلوع وتكرسها حاليا ميليشيا الانقلاب المسيطرة على كبرى المحافظات، وهو ما كشفت عنه فضائح الغش في الامتحانات الأخيرة. معدلات الأمية مرتفعة وظاهرة تسرب الطلاب مستمرة. دمرت الكثير من المدارس بفعل الصراع الدائر، وتحولت الجامعات إلى منابر لتوجيه الخطابات السياسية وإقامة الندوات التي تخدم جماعات العنف. وبات المعلمون اليوم في عداد المحتاجين للإغاثة، إذ لا يزالون للشهر الحادي عشر على التوالي دون رواتب، وتحولت مئات المدارس إلى متارس، ناهيك عن الانحدار المريع والمتسارع لمستوى التعليم بسبب تدخلات الانقلابين ومحاولاتهم العبثية في تجريف الهوية من خلال تحريف المناهج، حتى غدت العملية التعليمية على حافة الانهيار. عن التعليم والتدهور الحاصل وما تعانيه العملية التربوية في ظل الانقلاب وما تلاها من حرب وتراجع سلبي ستكون حلقتنا هذا المساء من المنصة. نذهب بداية لنتابع هذا التقرير للزميل عمر النهمي. افتتح مدرسة تغلق سجنا، بالمقابل أغلق مدرسة تفتح سجنا وإلى جانبه مقبرة. بعد مرور عامين وأكثر على الحرب التي تسبب بها انقلاب ميليشيا الحوثي والمخلوع، تأثر التعليم في اليمن تأثرا مباشرا. ورغم حالته المتدهورة إلا أن الانقلاب زاد الطين بلة. يقدر عدد الطلاب الذين لم يتمكنوا من الاستمرار في الدراسة خلال العامين المنصرمين بمليوني طالب، أي قرابة ثلث عدد الطلاب. وبحسب تقديرات الأمم المتحدة فقد بلغ عدد المدارس المغلقة بسبب تضررها كليا أو جزئيا أو بسبب استضافتها للنازحين إلى أكثر من 1100 مدرسة. تواجه العملية التعليمية تحديات جسيمة تتركز في نقص الموارد المالية اللازمة لتغطية النفقات التشغيلية للمنشآت التعليمية وإعادة تأهيل المدارس المتضررة جزئيا وطباعة الكتاب المدرسي. وتفتقر العملية التربوية أيضا إلى توسيع الأنشطة الاجتماعية والدعم النفسي والصحي للطلاب والمعلمين على حد سواء، وذلك للتخفيف من آثار الصراع وخصوصا في مناطق تركز النازحين. تحديات أكبر من ذلك تواجه العملية التعليمية في اليمن. مؤخرا وتزامنا مع اختبارات الثانوية العامة والمرحلة الأساسية، انتشرت ظاهرة الغش بشكل كبير، حيث بلغ الأمر أن يقوم بعض التلاميذ بالتقاط صورة سيلفي لأنفسهم أثناء قيامهم بعملية الغش. الجامعات أيضا لم تسلم من الحرب وانهيار التعليم فيها، إذ أصبحت الجامعات منابر لتوجيه الخطابات السياسية وعقد الندوات الخاصة برفع شعارات الجماعة، كما تفعل جماعة الحوثي مؤخرا، إذ أقامت ندوة في جامعة صنعاء تحت مسمى أسبوع الصرخة في وجه المستكبرين. تسرب الطلاب من المدارس إلى المتارس، نزوحهم بسبب الصراع في مناطقهم، انقطاع الرواتب عن المعلمين، وتحول المدارس إلى ثكنات عسكرية وتدمير الكثير منها. ضربات كثيرة يتعرض لها التعليم في اليمن ليسقط منهارا، وهو العكاز الذي كان يجب أن تتكئ عليه البلاد. إذا تابعنا هذا التقرير عن موضوع هذه الحلقة، لدينا اتصال أول في هذه الحلقة، الأخ عمار. أهلا بك عمار. أهلا بك سامي. عمار، برأيك ما هي أهم المشاكل التي تواجه التعليم في اليمن؟ التعليم ربما يكون أحد أكبر ضحايا الحرب في اليمن، وربما كان هو أول ضحايا الانقسام الذي حاصل في اليمن، وتجلى ذلك جليا من خلال العملية الامتحانية التي جرت مؤخرا، حيث أجرت الشرعية عن العملية الامتحانية. طيب عمار، ممكن ترفع صوتك قليل؟ صوت لدي إشكالية في سماعك. لو ترفع صوتك قليل عمار. طيب حضر. التعليم في اليمن هو أحد أكبر الضحايا الحرب، وقد كان أول ضحية للانقسام الذي حاصل في البلاد، وظهر ذلك جليا من خلال العملية الامتحانية التي جرت مؤخرا، حيث أعلنت الشرعية تشين الامتحانات في 12 محافظة
في حين بقت العشر محافظات تحت الفلوتين تجري عملية امتحانية أخرى. هذا الانقسام سيكون له آثار وتبعات في المستقبل خطيرة جدا، بل أن الانقسام وصل إلى مستوى المحافظة الواحدة. مثلا في تعز، في تعز هناك 16 مديرية أجريت فيها الامتحانات من قبل سلطة الانقلاب في صنعاء، في حين المديريات الباقية تقريبا 10 مديريات أجريت الامتحانات فيها بإشراف الحكومة الشرعية. يعني الانقسام في التعليم وفي العملية الامتحانية وصل إلى حد على مستوى المحافظة الواحدة، وهذا أمر خطير جدا. هناك أحد المراكز المحلية المستقلة هو مركز الإعلام الدراسي التربوي، كان لديه عدة تقارير مؤخرا، تقارير برقم مزعجة عن واقع التعليم، وفي آخر تقرير له حوالي منذ 3 أشهر مؤخرا قال فيها أن التعليم في اليمن وصل إلى مرحلة انهيار شامل في كافة النواحي. ويقول التقرير المركز أن نحو 3 مليون طالب حرموا من التعليم بسبب الحرب. ويقول التقرير أن أكبر خسارة كانت في البنية التحتية للتعليم وهي المدارس، حيث يقول التقرير أن ما بين 3000 إلى 3700 مدرسة تقريبا إما دمرت بشكل كلي أو جزئي أو أصبحت تحت خط نيران المعارك أو أنها تحولت إلى مقر للمسلحين في الطرفين. وهذه أحد المشكلات أو أحد التي تواجه التعليم في اليمن، وربما تتركز كبيرا للأسف الشديد في مدينة تعز، حيث لا تزال عشرات المدارس في مدينة تعز تتخذ منها الجماعات المسلحة، وللأسف الشديد حتى قوات الجيش الرسمية مقرا لها وحولتها إلى سكنة عسكرية مسلحة. وقد شهدت المدينة عدة مسيرات ومطالبات ومناشدات بإخلاء المدارس في مدينة تعز من المسلحين. يعني إذا كان هذا الأمر في مدينة تعز فما بالك في مدن المحافظات الأخرى. طيب طبعا هناك أيضا تطور خطير ربما وتأثير على العملية التعليمية، ما حدث ربما في صنعاء وتحويل الجامعة الآن إلى منبر سياسي، ما تعليقك في ما حصل؟ بالنسبة للجامعة هناك ما هو أخطر من الدول التي شهدتها الجامعة، وربما الإعلام لم يثير هذه القضية، وأنه يعتقد أن جماعة الحوثي منذ انقلابها ودخول العاصمة بقوة السلاح كانت تسعى منذ اليوم الأول لزرع عناصرها ضمن هيئة التدريس في جامعة صنعاء، وكانت هذه أحد الأسباب التي دعت نقابة التدريس في جامعة صنعاء للإضراب في الفترة المؤخرة، حيث أن جماعة الحوثي كان لديها نية لزرع أكثر من 300 عضو من أعضاء ضمن هيئة التدريس في مخالفة للقانون واللوائح، وهي خطوة لم يجرؤ حتى نظام علي عبد الصالح أن يقوم بها، في حين كانت تريد جماعة الحوثي أن تزرع عناصرها ضمن أعضاء هيئة التدريس في محاولة منها للسيطرة على عقول اليمنيين لأجيال، وهذه مهمة خطيرة جدا. وما الندوات التي قامت بها إلا صورة بسيطة فقط عن ما تسعى وتخطط له جماعة الحوثي من السيطرة على التعليم وعلى المناهج وعلى العملية التعليمية بشكل كامل. ولكن في الأخير تظل هذه الندوة يعني شيء محزن وشيء مؤلم أن يصل الحال بجامعة صنعاء أن تنظم ندوة رسمية في إحدى قاعاتها للحديث عن صرخة مذهبية، صرخة ذبحت اليمنيين في الشمال والجنوب، وتنظم لها ندوة علمية. هذا أمر مؤسف ومخزي جدا وعار على كل طالب درس في جامعة صنعاء أن يشاهد ما وصل إليه حال جامعة صنعاء بأن تتحول إلى أحد حلقات الجماعات الإسلامية والجماعات المذهبية مثل جماعة الحوثي. هذا أمر مؤسف جدا. طيب شكرا جزيلا لك عمار، كنت معنا من عدن، وأذكر بإمكانية المشاركة والتواصل معنا من خلال قنوات ومنصات التواصل المتاحة، سواء من خلال الاتصال المباشر أو من خلال خدمة الإيمو، وأيضا من خلال التفاعل مباشرة والتعليق من خلال صفحة القناة وصفحة البرنامج أثناء البث المباشر حاليا. لدينا اتصال آخر، الأخ محمد الخطيب، أهلا بك محمد. أهلا وسهلا بك، تحية لك ومشاهدي أنا كارم. محمد، تعليقك حول أهم المشاكل التي يعاني منها التعليم حاليا. عزيزي، حينما نتحدث عن العملية التعليمية في اليمن فإننا نتحدث بلغة تبعث على الأسى والتحسر من طرف، وبنظرة تفاؤلية من زاوية أخرى.
إذا ما عرجنا على المحور الأول نجد أن العملية التعليمية في اليمن تصبح من الوريد إلى الوريد. الغالب يشارك في التحضير لعملية إعدام بشعة لهذه المؤسسة التعليمية في صورة تعكس مزاجا دخيلا على المجتمع اليمني. هذا المزاج لم يأتي من تلقاء نفسه، بل صنعته أسباب ومسببات آثمة، أولها الحرب الدائرة في البلاد. تخيل الطالب يا عزيزي يترك مقعده الدراسي ويذهب يعمل ليوفر لقمة عيش لأسرته. كثير من الطلاب لا يذهبون إلى المدارس خوفا من القصف الآتي من هنا وهناك. الميليشيات الحوثية، يعني هذا سبب آخر، الميليشيات الحوثية مشكلة أخرى هذه. الميليشيات الحوثية يعني سعت جاهدة لوأد العملية التعليمية اليمن من خلال عملية تبادل الأدوار. بمعنى آخر، جعل الأطفال يقومون بمهام الجندي المدافع عن الأرض في صورة تعكس انتهاكا صارخا لحقوق الطفل. بالإضافة إلى عملية التغيير المستحدث في المنهج المدرسي، عزيزي يوم الأحد في جامعة صنعاء يعني نظم بعض الدكاترة ندوة بعنوان الصرخة وتأثيرها على واقع ومستقبل الأمة في صورة أغرب من الخيال. أنا لا أنتقص منهم، ولكن أقول ألم يكن حريا بهم أن ينظموا ندوة حول أهمية احترام العملية التعليمية والأستاذ الجامعي؟ طيب الآن من المظاهر والتأثيرات والانعكاسات الحاصلة لنا على العملية التعليمية بسبب الظروف الحالية ظاهرة الغش وبشكلها المخيف مؤخرا في الاختبارات الأخيرة، برأيك ما الحلول الممكنة الآن؟ هل هناك إمكانية لعمل أي حلول للحد من ظاهرة الغش؟ وما تعليقك حول ما شاهدته وتابعته في وسائل التواصل المختلفة؟ قبل أن أتي إلى ظاهرة الغش عندي نقطتين مهمتين. الراتب فقط من أجل الوقت محمد، لديك دقيقة فقط. ومدرس بلا راتب كسيارة بلا وقود. يعني هناك نظرة تفاؤلية للطالب اليمني. في منتصف يونيو الماضي خرجت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون وألقت محاضرة بين آلاف من الطلبة الأمريكيين وقالت دعوني أحدثكم عن الطالب اليمني الذي أصبح حديث. طيب تعليقك فقط على موضوع الغش، نص دقيقة محمد. تمام محمد، فقط من أجل الوقت لدينا اتصالات أخرى. للأسف ظاهرة الغش يعني أصبحت يعني تسير بطريقة رسمية متاحة للجميع. هذه الظاهرة يعني للأسف يعني تساهم في إنشاء جيل فاشل. نحن يعني نعول على الجميع، يعني سواء كان الأب أو المدرس أو السياسي أو الآخر، أن يعني أن تعطى العملية التعليمية احترامها الكامل. يعني شكرا جزيلا لك محمد الخطيب، أشكرك على مشاركتك معنا في هذه الحلقة. لدينا اتصال آخر، الأخ عبد الواحد من الهند. أهلا بك عبد الواحد. أهلا وسهلا عبد الواحد. بالنسبة لك أنت، ما أهم مشاكل التعليم حاليا؟ والله أخي العزيز، أنا المحور الذي أريد أن أطرحه هو القضية الحاضرة اليوم، يعني اللي هي ظاهرة الغش وتدني مستوى التعليم. من وجهة نظري أعتقد أن التوصيف المسألة على أساس أنها ظاهرة توصيف خاطئ. يجب أن نوصف اليوم الموضوع هذا أنها كارثة حقيقية تهدد مستقبل اليمن وأجياله، ولابد من استراتيجية وطنية تقوم بها المؤسسة المعنية في هذا الأمر، اللي هو موضوع كيف نحاول أن نوقف هذه الكارثة وهذا العبث اليوم في العملية التعليمية. صحيح أن اليمنيين اليوم يناضلون ويقامون ويضحون من أجل استعادة الدولة المختطفة، لكن هذا لا يعطي مبرر للمؤسسة التعليمية والقائمة عليها، خاصة في ظل الوضع الحالي في إطار المحافظات التي سيطر عليها حكومة الشرعية. كما قلت سابقا، طبعا هذه الكارثة ليست وليدة اللحظة، وإنما هي نتيجة لتراكمات وتجاوزات منذ السنوات. طبعا أسبابها معروفة، أهم فيها أن الأسباب التي كانت تتكي على منظومة من الفساد في تلك الحقبة والتي شجعت هذه الظاهرة، ربما كانت ضمن استراتيجية ومنهجات يعني يريدوا من خلالها تدمير التعليم. وهناك أجندات متشابكة سواء كانت سياسية أو اجتماعية تريد أن توصل الوضع أو الأجيال إلى هذا الوضع التي فيه جيل يسوده الجهل، جيل مغيب، جيل لا يعرف ما يدور حوله. ربما هذه الحقيقة التي كنا أو نرى من وراءها الواقع الذي وصلنا إليه اليوم. أعتقد أن الإنسان أساسا هو محور التنمية، وهو محور التنمية والرقي في أي نهضة. وإذا دمرنا الإنسان ودمرنا تعليمه، نحن بذلك ممكن أن نقول أننا دمرنا مستقبل الأجيال، مستقبل اليمن، المستقبل الذي ننشده. طيب عبد الواحد، بالنسبة برأيك أيضا، ما هي الحلول الممكنة للنهوض بالتعليم؟
والله أنا من وجهة نظري أرى أن القضية ليست خاصة بالطالب كما يجب أنه اليوم معظم الناس يلقون باللوم على الطلاب. أعتقد أن الأسباب متشابهة ومتداخلة. مؤسسة الدولة يجب أن يكون لها دور، المدرسة يجب أن يكون لها دور، البيئة يجب أن يكون لها دور، الجانب الإداري في المؤسسات والجانب الرقابي يجب أن يكون له دور، الإعلام يجب أن يكون له دور. وهذه اليوم أقصد هذه الحلقة مهمة جدا في هذا الموضوع. ربما تكون هذه الأسباب التي أدت إلى هذه الظاهرة، لكن يجب أن يكون هناك استراتيجية كما قلت سابقا، استراتيجية وبرنامج تشترك فيه الدولة، تشترك فيه مراكز البحوث لإعطاء الدراسات والمعالجات الناجعة لهذا الوضع. الأسرة يجب أن يكون لها دور أيضا، المجتمع يجب أن يرفض هذه الظاهرة، الإعلام يجب أن يكون له دور. اليوم والله أنا أريد أن أقول حقيقة مرة، كانت تجربتي طبعا في التربية والتعليم كمدرس خلال تقريبا 10 سنوات، كنت أواجه أحيانا هذه الظاهرة، ولا أن الطالب يرى الغش حق له، وليست ظاهرة أو كارثة كما أسميها. الطالب ربما يقاتل ويقاوم ويصايح من أجل أن يغش، ويعتبر هذا الموضوع كأنه حقيقة أو كأنه حق له يجب أن لا يمنع منه. أقصد الوضع ليس بالسهولة أن تحل هذه القضية، والتي لها ربما تراكمات لعشرات السنين. لابد من استراتيجية تضعها الدولة، الباحثين، مؤسسة المجتمع المدني تساهم في ذلك. ربما نحن نخرج في خطوات مدروسة يكون لها أثر إن شاء الله في المستقبل لماذا أقول لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في هذا الوضع الحاصل في اليمن. شكرا جزيلا لك عبد الواحد، وأذكر بإمكانية التواصل والتفاعل معنا من خلال منصات التواصل المختلفة. اتصال أيضا من الأخ غفران، أهلا بك غفران. السلام عليكم. الأخت غفران الطاهري. أهلا غفران، المعذرة غفران. بالنسبة لك ما هي أهم المشاكل التي تواجه التعليم في اليمن؟ والله التعليم وصل إلى مرحلة من تدهور ملحوظ في الجامعات والمدارس. الطلاب اللي انسحبوا من الفصول وراحوا يحاربوا، طلاب اللي دخلوا الفصول بالأسلحة، وحالات الغش في الاختبارات الوزارية، تزوير الشهايد بكم ريالات، أصبح للأسف وضع نخجل من وصفه. دكاترة في الجامعات ينهانوا من في القاعات من ميليشيات، وإضراب متواصل من الدكاترة لعدم صرف الرواتب. وهذا التدخل الملحوظ للميليشيات في إدارة الجامعات والمدارس سبب إلى أزمة كبيرة في التعليم في اليمن. طيب الحلول بالنسبة لك ما هي الحلول الممكنة؟ للأسف الحلول ما تكونش بهذه البساطة، إلا أن الدولة إذا عادت الدولة التي تبني المؤسسات التعليمية والصحية وغيرها من المؤسسات، المؤسسات التعليمية في ظل هذا الوضع لا يمكن أن تبني مؤسسات حسب معايير بعيدة عن الخطابات الطائفية والجماعات المسلحة. لكن الدولة هي الوحيدة التي تبني المؤسسات التعليمية الصحيحة. شكرا جزيلا لك غفران. ونذهب قبل أن نذهب لمشاركاتكم من خلال الواتساب، فقط نشير إلى أنه خلال الفترة من العام 1999 حتى العام 2013 شهد التعليم في اليمن تحسن ملحوظ، حيث ارتفعت معدلات الالتحاق بالمدارس من 71% إلى 97%، بلغ عدد الملتحقين أكثر من 5,100,000 طالب في العام الدراسي 2012-2013، مسجلين فيما يقارب من 17,000 مدرسة تضم أكثر من 136,000 فصل دراسي. الآن وبعد أكثر من عامين على الحرب التي يتعرض لها اليمن منذ الانقلاب على الدولة، تأثر التعليم تأثر مباشر، حيث يقدر عدد الطلاب الذين لم يتمكنوا من الاستمرار في الدراسة خلال العامين الماضيين 2,000,000 طالب. نذهب الآن لمشاهدة بعض المشاركات التي وصلتنا من خلال الواتساب. الآونة الأخيرة زادت هذه المشكلة تأكيدا، تحول الجامعات إلى منابر سياسية يتم فيها الترويج لأفكار سياسية لطرف معين. المدارس تحولت إلى مدارس الغش في الثانوية العامة والإعدادية. يعني نتمنى أن يتم تجاوز هذه المشاكل. مشكورا. التعليم في ظل الحرب تحول إلى يعني كومة من التعويم
ويعني أصبح الطالب في يعيش الفاقة في المعيشة التي أبعدته عن الكتاب، والرعب الذي يسكنه في المدرسة سواء في المناطق التي تتعرض للقصف الطيران أو المناطق التي تتعرض بالقصف المدفعية من قبل الميليشيات الحوثية. وأما بالنسبة للوضع العام للتعليم، إذا أردت أن تنظر إليه فانظر إلى واقع الامتحانات العامة الثانوية العامة في هذه الأيام، ستجد أنه التعليم لا يمكن أن يسمى تعليم في أي دولة تتخذ معايير تعليمية سليمة. ما يحدث اليوم من جناية في حق التعليم هو يعتبر جناية وتجني على المستقبل وليس على الحاضر فقط. اليوم الميليشيات تحول الطلاب إلى مقاتلين في صفوفها، توزع شهادات بدون اختبارات، توزع إجابات جاهزة في اللجان الامتحانية، بالإضافة إلى مشكلة المهجرين والنازحين الذين حرموا هذه السنة الثالثة من على التوالي من التعليم، مما يعني أن المستقبل مظلم، أن التعليم سيكون أسوأ مما هو عليه الآن. إذا كنا نشكي من مخرجات ضعيفة في الماضي فاليوم نحن نشكو من. إذا تابعنا هذه المشاركات المصورة، بإمكانكم التواصل معنا من خلال منصات التواصل المختلفة، وأيضا التفاعل بشكل مباشر من خلال التعليق على البث المباشر في صفحة القناة وصفحة البرنامج على الفيسبوك. لدينا اتصال من صنعاء، الأخ أحمد. أهلا أحمد. فقدنا الاتصال. اتصال آخر. طيب، فقط أقرأ مشاركة من خلال البث المباشر. الأخ جبران القباطي يقول: للأسف كان التعليم آخر اهتمامات السلطات المتعاقبة في هذا البلد، إن لم يكن التجهيل إحدى وسائلها للبقاء. ما وصل له حالنا اليوم كان سببه الرئيسي هو الجهل، وما لم تتغير المدخلات وتغير واقعنا التعليمي لن تتغير النتائج. اتصال من الهند، الأخ عبد الله. عبد الله أهلا بك. حياك الله أخي. طبعا قضيتي القضية الذي أتمحور عليها وهو التعليم الآن في اليمن في ظل تحول الطلاب من المدارس إلى المتارس، كذلك تحول التعليم تحول المدارس إلى تكنات عسكرية في ظل الحرب التي تمر بها بلادنا. طيب، أولا وقبل كل شيء أن المتابع للشأن اليمني البصيرة فهو يدرك حق الإدراك أن الحروب لها أثار سلبية لا محدودة منها، منها ما نراه في واقعنا سوء التعليم بكافة أشكاله نتيجة الخوف والرعب داخل المجتمع اليمني، إضافة إلى ذلك لجوء الكثير من الطلاب إلى جبهات القتال أي المتارس، فعندما يجد طالبا المعلم منشغل براتبه الوظيفي من هنا تبدأ الأفكار تتجه نحو المتارس المدعومة بالمادة، تبرر للطالب أن الدفاع عن الوطن واجب حتمي عن التسلح بسلاح العدل. كذلك الإغراءات المادية واستغلال الفراغ الذي يعاني منه الكثير من طلبة المدارس بالأخص في المناطق الشمالية الريفية، أعتقد أن من الأسباب الرئيسية في تحول المدارس إلى فتنات عسكرية هو عدم إدراك المسؤولية من قبل الجهة المختصة وهيمنة المسيطرين على السلطة المحلية وتعبئة الطالب بأن الوقت الحاضر ليس وقتا كافيا للدراسة. فهناك ما هو أهم من ذلك، أيضا إيهام الخصم بأنها مؤسسة تعليمية لا يمكن أن يتواجد فيها عناصر مسلحة فتكون كبيرة أساسية لجعل المدارس سكنات عسكرية. طيب، الحلول من وجهة نظرك ما هي؟ من وجهة نظري كحلول لهذه الظاهرة، أولا يجب على منظمات المجتمع المدني والمنظمات المهتمة بحقوق الطفل يجب أن يكون لها موقف مفصل في إثارة الموضوع أمام المنظمات الدولية والأمم المتحدة لوضع حد لهذه الانتهاكات التي تقتل الطفولة في اليمن. ثانيا، من الحل الثاني هو تفصيل القوانين النافذة طيب، شكرا جزيلا لك عبد الله. اتصال آخر، محمد العريفي من صنعاء. أهلا بك محمد. السلام عليكم. مشاركتك وتعليقك حول الموضوع وأسباب تدهور العملية التعليمية. مساكم الله بالخير والعافية، تحية لكم من صنعاء، تحية للزملاء في قناة بلقيس. للأسف التعليم في اليمن يعيش تدهورا يوما بعد يوم، والعملية التربوية والتعليمية تظهر كأنها مستهدفة بفعل فاعل. طبعا الأجور أو المعاشات للموظفين والمعلمين أثرت على جودة التعليم، أثرت على أدائهم، ربما يذهب الأستاذ إلى المدرسة لم
مثلا لا يجد قوت يومه مثلا، هو ربما يحب طلابه او ويعطيهم نادي وسعه. طبعا ربما يذهب الطالب وقد يعود الى المدرسه يعود الى المدرسه ويخف حنين، يعني ليس لديه من التعليم من شيء. التعليم مهم لنهضة الأمم طبعا وتقدم البلدان ورقيها أو الأوطان ورقيها. التعليم شيء مهم، ولذلك استهدفت بأظهر شكلها بالآونة الأخيرة من إدخال بعض الملازم للطلاب أو بهذه النوعية. طبعا في هذه النقطة وتحويل المدارس والجامعات ووسائل التعليم المختلفة اليوم إلى منابر للصراع، ما رأيك؟ بالفعل، مثلا في جامعة صنعاء أو تدخل ملازم لست مقررة في التعليم. التعليم له احترامه وله مكانته وقداسته. مثلا الأماكن المنابر التعليمية لا يجب أن تستخدم في الصراع. ربما جامعة صنعاء قد يحصل أنها تجرد من قيمتها مثلا أو قبولها في قبول جودة التعليم في العالم. ربما الخريجين يعانون، ولازلنا نحن الخريجين طبعا خريج كلية الإعلام يعاني من إخراج مثلا إفادة أو شهادة. للأسف نعاني جدا من الصعوبة في الحصول على التعليم. ربما الدكاترة يعانون أيضا مثلنا بعدم حصول على مرتباتهم. هذا كله يعني يؤثر على التعليم وجودته. التعليم هو نهضة الأمم مثل ما أخبرتك سابقا. شكرا جزيلا لك محمد العارفي من صنعاء. في الآونة الأخيرة أصبح التعليم في أدنى مستوياته، وظهر الأمر جليا بالتزامن مع اختبارات الثانوية العامة والشهادة الأساسية، إذ انتشرت ظاهرة الغش وبشكل علني، ولا مديرية من المديريات ربما خلت من هذه الظاهرة. تطور الأمر إلى أن وصل إلى أن بعض المعلمين قاموا بحل الاختبارات في قاعات الامتحان والطلاب يقوموا بنقلها إلى الدفاتر. هكذا تطور الأمر فيما يخص الغش، وتعددت طرق الغش وأساليبه، وذهب البعض لتبرير ذلك بسبب الظروف الحالية التي تعيشها البلاد. عن موضوع الحلقة أيضا تسألنا من خلال الفيسبوك ووصلتنا بعض الإجابات حول الموضوع. الأخ عبد الرحمن يقول لا مستقبل، هي مشاركة طويلة سأقرأ جزء منها. الأخ عبد الرحمن يقول لا مستقبل للتعليم والعلم في وطن يسارع أغلب معلميه لتقديم خدماتهم المدفوعة الأجر أثناء الامتحانات. كانت عملية الامتحانات وخصوصا الشهادة الأساسية والثانوية منذ زمن تترنح، لكن الآن تشهد سقوطها نحو الهاوية. أيضا فقرة يمكن يقول كانت عملية الغش ظاهرة. طيب نصل لمشاركة الأخ طاهر يقول موضوع الحلقة رائع، ظاهرة الغش أصبحت كممارسة فعلية حاضرة من قبل وزارة التربية والتعليم وتسهيلة لمراكز الاختبارات في المدن والأرياف دون النظر منهم إلى مدى خطورة هذه الظاهرة. للأسف الشديد وما نلاحظه في فترة الحرب تخرج العديد من الطلاب في السنوات الأخيرة معاقين ذهنيا والكثير منهم في حالة إحباط ما زاد من تراكم البطالة. مشاركة أخرى، الأخ عمر يقول أكثر شيء يقهر عمر أن وقت الغش ينظلم الطالب المجتهد والمذاكر بذنب الغشاشين، مش فقط في توزيع الدرجات كيعطيها من لا يستحق وإنما مجتمعيا أيضا، فمجتمعنا أصبح يصنف مستوى الطالب حسب عام التخرج من الثانوية، يقصد المعدل. مشاركة أخرى، الأخ حاشد يقول الغش ظاهرة متفشية في كثير من المحافظات منذ عقود، لأن نسبتها زادت في السنوات الأخيرة لا سيما مع انتشار وسائل التواصل التي ساهلت من تفشي الظاهرة بشكل كبير. الغش نتيجة لأزمة أخلاقية يعاني منها المجتمع بشكل عام، ولن يتم القضاء عليها ما لم يتم غرس القيم الفاضلة والأخلاق النبيلة في نفوس أبناء المجتمع من الطالب إلى ولاة أمره إلى أساتذة كل المسؤولين. طيب إذا كان الأستاذ يقول حاشد في الوقت الراهن يطلب من الطلاب مبلغ مالي بمجرد مرور 5 دقائق من زمن الامتحان وذلك مقابل السماح لهم بالغش، فماذا تنتظرون من الطالب؟ أيضا مشاركة أخرى، الأخ عبد الرحمن يقول للأسف الحالة التعليمية تمر بأسوأ أحوالها
ولم تلقى أي اهتمام من حكومتنا الموقرة، إذ أنه الأصل أن يكون جل اهتمامها بالتعليم، لأن كل ما نحن فيه من حروب ودمار هو نتاج طبيعي للحالة التعليمية. لو كان الشعب متعلم وواعي لما كان كذلك، ولما كان نسمح لشذاذ الآفاق أن تلعب بوطننا كيف تشاء. وما دمنا تاركين التعليم بدون اهتمام يليق به، فسنظل ندور في نفس الدائرة المغلقة. طيب، اتصال أيضا لأخ وسام. أسامة. نعم، أهلا بك. تفضل أسامة، تعليقك حول الموضوع. حياك الله أستاذ سامي، وتحية لك ولمشاهدينك الكرام. شكرا لك. في الحقيقة عندما نتحدث عن مسألة التعليم، نحن سنتحدث عن نهضة مجتمعات تقدمها. هذا يقع على عاتق الدولة والمدرسة والأسرة. التعليم في اليمن، عندما نتحدث إلى أين، نحن لابد أن نعود خطوة إلى الخلف لنتحدث عن التعليم ما قبل الأحداث هذه التي حصلت. نحن نتحدث عن تعليم مناهجه جدا رديئة لا يتناسب مع عصرنا الحالي. نتحدث عن معلمين غير مؤهلين جدا، وسائل تعليم جدا رديئة غير صالحة، لأن من مدرسة ومنهج وما إلى ذلك. أيضا لابد أن نركز على مسألة البعد الجغرافي، حيث بعض المنظمات قالت أن نسبة 70% من سكان الريف غير متعلمين. فنحن الآن أمام بعد للمدارس عن مسألة عن سكان الريف، فهنا نعاني من مسألة أمية كبيرة جدا في المجتمع اليمني. نتحدث عن تعليم الفتاة والعادات والتقاليد الموجودة في المجتمع اليمني. عندما نعلم الفتاة، نحن سنحول المجتمع كله مباشرة إلى نهضة وبناء جديد، لأنه من يهتم في مسألة التنشئة ومسألة التربية هي الفتاة. الغش وموضوعنا حول اليوم، ربما سأحاول أقتصر معك لأن الموضوع جدا شيق، والموضوع أيضا بحاجة إلى لفتة حقيقية من المجتمع، من وسائل التواصل الاجتماعي، من الإعلام. وشكرا لقناة بلقيس لأنها أتاحت هذه الفرصة لنا، وأيضا أتاحت نقاش مثل هذه المواضيع. الغش كما قلت سابقا أنه ليس وليد اللحظة بسبب الحرب، بل هو من قبل. كان النظام علي عبد الله صالح الغش موجود فيه، لكن بشكل منظم، وهذا ليس خفيا على أحد. نتحدث عن ما بعد الحرب، وأن التعليم الموجود اليوم هنالك انعدام للأمن، وهذا ساهم بشكل كبير. 2.5 مليون حسب تقرير للأمم المتحدة للعام 2015 يقول أن 2.5 مليون من الأطفال لا يذهبون إلى المدارس. استغلال الشباب واستغلال ظروفهم المعيشية والزج بهم في المدارس، هذا أسهم بشكل كبير في مسألة التجهيل وانتشار الغش وإهمال أهمية المدرسة. تحويل المدارس كما ذكر لك عديد من المشاركين إلى مدارس، وكذلك تحولت إلى سكنات للملتجين المنتقلين من المحافظات الأخرى. لابد عندما نتحدث عن أي موضوع أن نتحدث عن مجموعة حلول، فهنا أحاول أن أسرد لك باختصار شديد مجموعة من الحلول التي ممكن أن نعالج بها هذا الموضوع. هنا لابد أن نتحدث أولا عن التثقيف الأسري وتغيير المناهج وتعديلها لتلبية عصرنا الحالي. إنشاء مدارس لإعادة تأهيل الأطفال نفسيا. نحن الآن أمام حرب دمرت نفوس العديد من الأطفال. لابد من إنشاء مراكز تطوير وتدريب وتأهيل للمعلمين. كادر تعليمي جدا غير مؤهل. إنشاء الجمعيات من قبل رجال الأعمال تدعم الطلاب، تدعمهم لمواصلة مسيرتهم التعليمية. الإعلام، ومثال نذكر قناة بلقيس لأنها أيضا ناقشت مثل هذا الموضوع، قنوات إعلامية تعليمية وتثقيفية وتوعوية. لابد أن يسهم الإعلام بشكل كبير، لأنه هذا اليوم أصبح له صوت كبير في مجتمعنا العربي وخصوصا اليمني. شكرا لك أسامة. شكرا لك. شكرا جزيلا. شكرا لك. اتصال آخر من الأخ محمد حاجب من الهند. أهلا بك محمد، وتعليقك حول موضوع الحلقة. نعم، أهلا وسهلا أخي. بالنسبة لتدني مستوى التعليم في اليمن أخي الكريم، هناك عدة مشاكل أدت إلى تدني مستوى التعليم في اليمن، ليست حاليا بل من قبل أيضا. لكن المشكلة الأولى في الوقت الحالي
هي ما يسمى وزير التربية والتعليم في صنعاء والذي يتربع على أعلى قمة في الوزارة. هذا الوزير يعتبر قمة كبرى بل هو أم الكوارث التي حلت بالعملية التعليمية في اليمن. يا أخي الكريم إذا كان رأس الهرم في وزارة التربية والتعليم لا يحمل مؤهل ولا يعرف قيمة التعليم فإنه بالتأكيد سيجر التعليم إلى الهاوية. كانه جاء من جماعة تعتبر شهادة علمية بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه عبارة عن كراتين لا تسمن ولا تغني من جوع. مثل هذه العقليات أن لها أن تنهض العملية التعليمية وأن ترتقي بالتعليم في اليمن. هذه هي المشكلة الأولى. المشاكل الأخرى التي أدت إلى تدني مستوى التعليم وظهور ظاهرة الغش كثيرة منها أخي كريم الوضع الاقتصادي المتردي الذي يؤدي إلى تسرب التلاميذ من المدرسة للعمل من أجل أن يساهم في توفير لقمة عيش لأسرته خصوصا بعد المرحلة الإعدادية. وعندما تأتي الامتحانات تجده يلجأ إلى الغش بالضرورة. دراسات سابقة تقول أنه 2015 أكثر من 2 مليون طفل خارج العملية التعليمية في اليمن. أيضا الوضع الأمني الذي يمر به اليمن ومنتج عنه من حالات النزوح والتوتر والإرباك لدى التلاميذ سبب من أسباب تدني مستوى التعليم ولجوء الطلاب أيضا إلى الغش. انقطاع المرتبات حاليا عن المعلمين وتوقف العملية التعليمية في أغلب المدارس وعزوف المعلمين عن القيام بعملهم كان أيضا سببا في ضعف التعليم وتدني مستوى التحصيل لدى الطلاب ما يجعل الطالب يلجأ كنتيجة حتمية إلى الغش. أخي الكريم هناك أيضا عدة مشاكل أدت إلى تدني مستوى العملية التعليمية منها أن نقص المعلمين في كثير من المدارس وخصوصا في الأرياف تجد في بعض الصفوف لا يوجد مدرس للكيمياء أو للفيزياء أو للرياضيات. وعندما يأتي إلى الامتحانات بالتأكيد الطالب ليس أمامه خيارا سواء أن يلجأ إلى عملية الغش كي يتجاوز الامتحان. أيضا نقص الكتب المدرسية هذه مشكلة من المشاكل التي أدت إلى تدني مستوى التعليم. هناك أيضا تعيين مدراء مدارس دون معايير تربوية. المعيار الذي يتعين به المدير هو ولاءه للحزب المعين أو للطائفة المعينة وهذه من أسباب تدني مستوى التعليم. ما يحصل حاليا في المراكز الامتحانية مثل تلاعب رؤساء اللجان بالعملية الامتحانية واعتبارها موسم لجني مبالغ مالية كبيرة من الطلاب. أيضا يلجأ الطالب إلى الغش في هذه الأيام من أجل الرغبة في الحصول على نسب نجاح عالية ثم كان الطالب من الالتحاق بتخصصات وجامعات محترمة ومعتبرة. وبالتالي فإن ارتفاع نسبة القبول في الجامعات هي سبب من الأسباب التي تدفع الطلاب إلى الغش. أشكرك جزيلا محمد على كل هذه الأسباب التي ذكرتها. أيضا حول موضوع هذه الحلقة وصلتنا بعض المشاركات الواتساب. قبل أن نذهب لمشاهدة هذه المشاركات نستقبل اتصال من حضرموت الأخ قصي. السلام عليكم قصي، تعليقك حول موضوع هذه الحلقة وأسباب تدهور العملية التعليمية. احنا في حضرموت لا يوجد خوش بسبب اللبن واللمان والاطمئنان، لكن في الوادي بسبب اللبن وليس الشيء. طيب نذهب لمشاهدة المشاركات التي وصلتنا من خلال الواتساب حول موضوع الحلقة. الغش ظاهرة موجودة من 33 سنة سابقة، لكن ازدادت في الفترة الأخيرة وهذه إحدى إنجازات الانقلابيين والمخلوع. ظاهرة الغش ظاهرة خبيثة باعتقادي أنها كمرض السرطان لا نستطيع معالجته كأي مرض، بل يجب علينا استئصاله ويجب علينا استئصال المشكلة وهي رحيل الانقلابيين ومن يعبثون بالتعليم. التعليم شيء مهم وهو الشيء الوحيد الذي تستطيع البلد أو تستطيع اليمن أن تتقدم به. للأسف حين نتكلم عن التعليم في زمن الميليشيات الانقلابية لم يعد هناك تعليم نهائيا، لأن الميليشيات الانقلابية حولت التعليم أو مقرات التعليم إلى ثكنات عسكرية، كذلك حولت الطلاب ممن هم دون سن 18 إلى القُصّر إلى مقاتلين في الجبهات وبزي المدارس. هذا ما يعانيه التعليم في اليمن. انتهى دور التعليم في زمن الميليشيات الانقلابية، كذلك حولت المدارس إلى تصدير الموت. هناك كما أنتم في قناة بلقيس وغيركم من القنوات نشر ألغام وعبوات ناسفة تصنعها الميليشيات الانقلابية في مدارس في صرواح وغيرها من مدارس الجمهورية، حولت المدارس إلى ثكنات عسكرية. إذا وجد العلم
وجد المجتمع الحضاري، المجتمع المتعلم المثقف، لكن هذه الميليشيات حولت التعليم إلى مهزلة، جعلت من التعليم وسيلة للسخرية ووسيلة للغش وللارتزاق، فجعلت كما نشاهد في اختبارات الثانوية العامة والأساسية، والكل يعلم ما يجري في لجان الامتحانات من غش ومن رشوة ومن كذا، أصبح التعليم مهزلة. وصلنا معكم إلى فقرة أنت المراسل، وفقرة هذا الأسبوع والمادة التي سنعرضها هي لها علاقة بموضوع الحلقة حول التعليم، وهي للشاب محمود بن حميدة. نتابع المادة. بما أن التعليم طريق نجاح الأمم، هذه الحقيقة التي غفل عنها أتباع المسيرة التدميرية التي اجتاحت عددا من محافظات البلاد، مئات المدارس دمرت تضررت كليا أو جزئيا، ومئات أخرى باتت مأوى للنازحين هربا من حرب الميليشيا، واتخذت عشرات المدارس لأغراض حربية. هذا ويؤدي طلاب إنهاء المرحلة الثانوية بقسميها الأدبي والعلمي امتحاناتهم الوزارية في ظل ظروف سياسية واقتصادية استثنائية للعام الثالث على التوالي، مما يهدد المسيرة التعليمية ومستقبل أكثر من 6 ملايين تلميذ، إذ أجبرت الحرب الدائرة منذ مارس 2015 مئات التلاميذ على مغادرة مقاعدهم الدراسية لتوفير لقمة العيش لهم ولأسرهم. ولم تقف الكارثة عند هذا الحد فحسب، وقد سجلت أيضا تضاعفا في تجنيد الأطفال يقدر ب 54 مقارنة بالعام الماضي. أراد مسؤول وزارة التربية والتعليم عزل هذا القطاع عن السياسة، لكن الميليشيا استغلت كل ما يمكنها الاستفادة منه لصالحها وحولتها إلى منابر للخطابات السياسية. هذا وفي بلد تصل فيه نسبة الأمية إلى 40%، فإن التعليم يمثل أولوية قصوى في رسم مستقبل اليمن. محمود بن حميدة، لبرنامج المنصة، قناة بلقيس الفضائية. وبما له علاقة بالموضوع، لدينا اتصال مع الدكتورة سوسن الرفاعي، مسؤولة السياسات في الحملة العربية للتعليم. دكتورة سوسن، كيف يمكن وقف التدهور الحاصل في العملية التعليمية حاليا في اليمن، يعني كخبيرة ومهتمة بموضوع التعليم؟ مساء الخير. أعتقد أن الحل الأول هو تجنيب التعليم لأي مهاترات سياسية وأي استهداف مباشر. يعني المشكلة الحالية التي يواجهها قطاع التعليم هو ليس فقط عدم وجود الإمكانيات المادية أو الموازنات، وإنما هناك تدمير للبنية التحتية للتعليم بشكل كامل، وهذا يجعل أنه أي تدفق للتمويل لقطاع التعليم سوف يتم استنزافه بشكل مستمر، ولن نستطيع أن نحل أي من المشاكل القائمة في قطاع التعليم. وأود التركيز على أنه قطاع التعليم يجب أن يكون محايدا ومستقلا عن أي مهاترات سياسية، وأيضا أن لا يتم استهدافه مباشرة من قبل أي طرف من أطراف النزاع، سواء كان ذلك بقصف الطيران أو بقصف القذائف، وتعريض أولا تعريض المدارس للهدم الكلي، وقد يعني عانينا كثيرا من أجل بناء هذه المدارس وخاصة في المناطق الريفية، وأيضا عدم استهداف الطلبة وجعلهم يتسربون تسرب كامل من التعليم، وعدم استهداف المدارس. أعتقد أنه من المشاكل أيضا الحالية هو عدم توفر موازنات للتعليم في ظل وضع الحرب الموجود، وأن التعليم ليس من الأولويات. يعني هناك أولويات أكثر أهمية بالنسبة للذين يشغلون مناصب اتخاذ القرار، وأيضا للمانحين، فالأموال لا تتوجه للتعليم كون أن البلاد في حالة حرب، وهذا يعرض الجيل كامل من اليمنيين للتسرب من التعليم، ولن ندفع ثمن باهظا إلا بعد مرور عدة سنوات من الآن. يعني الآن 27% من الأطفال اليمنيين الذين هم في سن المدارس خارج نظام التعليم، وهذا يعني تقريبا ثلث الأطفال. هذه إحصائيات نهاية 2016، وأعتقد أنه بنهاية 2019 قد يكون أكثر من نصف عدد الأطفال في سن المدرسة خارج نظام التعليم، وهذا يعتبر وضع كارثي. لكن للأسف الذين يشغلون مناصب صنع القرار في كل مناطق اليمن لا يعون هذه الحقيقة ولا يدركون أن هذا الوضع سوف يقود إلى جيل كامل من الأميين، وسننتظر إلى
عقود من الزمن من أجل حل هذه المشكلة. شكرا جزيلا دكتورة سوسن الرفاعي، مسؤولة السياسات في الحملة العربية للتعليم، كنت معنا من الأردن. انتهت هذه الحلقة من برنامج المنصة، تحية طاقم البرنامج، في أمان الله.